افتتح صباح اليوم الأمين العام النائب بوزارة الصيد أعمال الورشة الإقليمية حول حماية الحيوانات البرية بالمنطقة الحدودية بين تشاد والنيجر. تقرير عباس أبكر مصطفى. إن عملية حماية الحيوانات البرية له عمر مهم للغاية، لذا فقد جاء انعقاد الورشة الإقليمية بين البلاد مع دولة النيجر، وذلك من أجل حماية المنطقة الحدودية التي باتت تنقرض فيه بعض من أنواع الحيوانات البرية كالمها والغزال وغيرها. وقد شملت المناسبة عدة مداخلات ركزت على ضرورة حماية هذه الحيوانات النادرة، مؤكدين بأن حمايتها تنمي القطاع السياحي إلى جانب الآثار التاريخية وكذا تطوير تلك المنطقة. الأمين العام النائب بوزارة البيئة والصيد ممثلا للوزير أوضح بأن تلك المناطق تمتاز بالعديد من أنواع الحيوانات البرية، لذا يجب حمايتها والحفاظ عليها، كما قدم شكره للاتحاد الأوروبي القائم بدعم هذا البرنامج. وعلى هامش المناسبة فقد عبر مدير المناطق البرية المحمية قائلا: حماية أنا صيد عندنا أسباس اثنين وايد نورو أريال هنا في تشاد معروف بأريال غازل داما وتاني أداكس، كان هنا كثير في بين النيجر وتشاد في زون الصحراوي ده عندنا كثير، لكن هسه عددهم مكسر يعني بيجي مرة وشية غازل داما ده الحمد لله أنا لقوه ده يودر مرة واحد من تشاد ومن نيجر ده، بس يعني نلمو يسوي بلان داكسيو مع بارتنر حقنا هم يعاونونا لحماية أنا سيت أنا صحراء وساحل. وعليه فإن حماية الحيوانات البرية واجب على الجميع، لذا ينبغي حماية مثل هذه الحيوانات النادرة وغيرها.